عزيزي المشاهد، انت تعرف ان محمود عبد العزيز وعادل امام حصلت بينهم خناقه الرب السما بسبب مسلسل رأفت الهجان وبطولته، بعد ما خطفوا زعيم الكوميديا من الساحر، فاضطر محمود عبد العزيز انه يدخل بينهم الرئيس مبارك مخصوص عشان يحكم بالعدل. فتعالوا معايا اعرفكم ازاي كسب محمود عبد العزيز صراعه مع عادل امام بحركه ذكيه، وخد منه الدور في اخر لحظه بحته جلابيه، وعمل ايه بقى عشان يقنع مبارك بانه الاحق بالدور. الحوار بدأ لما خد محمود عبد العزيز سيناريو تمثيلية رأفت الهجان عشان يبص عليه ويتقمص الدور، لكن بعد كده حصلت مفاجأة كبيرة قوي لما بعتوا وخدوا منه الورق مرة تانية، واكتشف انهم بعتوه لزعيم عادل امام، وده اللي عمل صدمة كبيرة قوي لمحمود عبد العزيز، ودخل كمان في مود عصبية مش طبيعية، وقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في عادل امام. بعدها محمود عبد العزيز قرر انه ما يقعدش حاطط ايده فوق خده، وعمل حركه ثعلب مكار، تاكد فعلا انه فعلا ساحر السينما المصريه. ساعتها عرف محمود عبد العزيز ان الرئيس حسني مبارك موجود في المملكه العربيه السعوديه، فقرر يسافر يشتكي من اللي حصل معاه للاسره المالكه، لانهم كانوا يعرفوا امراء منهم كتير، فقرروا انهم يساعدوه عشان ياخد حقه. وفعلا قرر امراء الاسره الحاكمه في السعوديه انهم يخلوا محمود عبد العزيز يقابل الرئيس الراحل حسني مبارك في المطار، ويشكيله من تصرفات عادل امام، وانه خد منه الدور بالعافيه والمعارف عشان له ناس مهمين. ومحمود عبد العزيز ما كانش سهل خالص، فراح لبس عبايه امير سعودي وخلوه يقف في المطار عشان يستقبل طياره مبارك اللي وصلت في ميعادها. واول ما نزل مبارك والحرس بتوعه، راح الامراء اللي هيستقبلوه عشان يسلموا عليه، ولقى في وسطهم واحد ويشبه محمود عبد العزيز، بس وقتها كان لابس العبايه السوداء والعقال. اتعجب مبارك جدا وساله مش انت محمود عبد العزيز؟ فجاوب الساحر ايوه انا يا سياده الرئيس. بعدها بقى رد مبارك وهو بيضحك وبيتعجب وقال له ايه اللي جابك هنا ولابس سعودي ليه؟ قال له عشان اشتكي ليك انه حصل معايا كذا وكذا من عادل امام، ومفيش غيرك هيجيب لي حقي ويرجع لي ورق المسلسل بتاع رأفت الهجان. قام قال له الرئيس مبارك ساعتها ارجع مصر يا محمود، انت اللي هتمثل مسلسل رأفت الهجان مش اي ممثل تاني غيرك. طار محمود عبد العزيز من الفرح ورجع مصر بسرعة على اول طيارة، واتصلت بيه المخابرات المصرية تاني يوم عشان تبلغه ان هو اللي هيمثل دور رأفت الهجان مش زعيم الكوميديا عادل امام، اللي انصرف لما عرف اللي حصل في السعودية. عادل امام دمه اتحرق قوي وبقى يضرب كف على كف، وهو غضبان جدا من محمود عبد العزيز، وقرر انه يقطعه سنين طويله بسبب الحكايه دي ويتخاصم معاه. وفعلا وفضل الجو متكهرب بينهم، وفي كمان حساسيه، خصوصا ان مسلسل رأفت الهجان نجح جدا وكسر الدنيا، وجاب كمان صريخ مشاهدات في الثلاث اجزاء اللي اتعملوا في اعوام 1988 و1990 و1992، واصبح كمان علامه من علامات محمود عبد العزيز. وبصراحه كده محمود عبد العزيز قدر يلعب دور عمره في مسلسل رأفت الهجان، وده بسبب انه كان لايق قوي على الشخصيه في طوله وشكله، وكمان لون عينه كانت اقرب لملامح شخصيه اليهودي ديفيد شارل سامحون من الزعيم عادل امام، وبرده بسبب اداء محمود عبد العزيز العبقري الغير تقليدي. رحم الله الفنان العملاق محمود عبد العزيز اللي كان دمه خفيف وذكي جدا، وبيعرف يحقق كل اللي هو عاوزه بطريقه سهله وبسيطه، وقدر كمان يعلم على عادل امام بحركه ما تطلعش غير من ساحر فعلا.